ان احنا نعمل او نحتوي او نعمل انشطه للاطفال في المساجد. ربما كانت الجامعات الظلاميه بتستغل النقطه دي بالذات في القرى والنجوع وتنتشر وبتاع، الدوله ربما ما كانش ليها توجه كبير. دلوقتي الموضوع بيتغير، في الجمهوريه الجديده وزاره الاوقاف اعلنت عن انطلاق البرنامج الصيفي للطفل في المساجد، برنامج صيفي للطفل في المساجد. البرنامج ده بيستهدف بناء الوعي الديني والقيمي عند الطفل، وبيقدم له توعية دينية بشكل وسطي ومستنير لكل الأطفال. خلونا نعرف التفاصيل أكتر من الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة. صباح الخير يا دكتور أيمن، وكل سنة وحضرتك طيب. ويعني عايزين نعرف بالظبط إيه هو البرنامج الصيفي ده للطفل؟ هنعمل إيه؟ الدولة المصرية هتملى الفراغ ده ازاي؟ واعتقد ان هو يعني مسؤوليه كبيره جدا لو تم في كل المحافظات. صباح الخير يا استاذ مصطفى، وصباح الخير استاذ بسنت، وتحياتي لحضراتكم وللساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم طيبين وبخير. اهلا 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 بحضرتك. ربنا يخليك يا استاذ مصطفى. هو بس اسمح لي الاول اقول ان احنا ما كناش غايبين عن الموضوع ده، والدوله ما كانتش غايبه عن الموضوع ده ابدا. هو ممكن يكون الفترة اللي فاتت ظروف كورونا حضرتك عارف، وإغلاق المساجد وكلام من ده، خلى الجهد ما كانش واضح شوية، لكن كنا بنحاول إن احنا نتفادى يعني عدم الوصول للناس من خلال المساجد بوسائل أخرى، استحداث إدارة الدعوة الإلكترونية في وزارة الأوقاف، واستحداث كثير من الصفحات التواصل الخاصة بالأطفال تحديدا. يعني عندنا صفحات خاصة بالتواصل مع الأطفال، عندنا قنوات اليوتيوب قدمت حاجات كتير تعليميه للاطفال خلال الفتره اللي فاتت علشان نتفادى القضيه ان يعني عدم التواصل معهم من خلال المساجد. لكن والحمد لله ربنا يعني اكرمنا وعادت نعمه فتح المساجد مره اخرى، فبيجي البرنامج الصيفي ده اللي حضرتك اشرت ليه امتداد لما كانت تقوم به الوزاره، وبصوره اوسع وبصوره اعم تشمل كل يعني المناطق في الجمهوريه، القرى والنجوع. والحقيقه يعني كان اختيار معالي الوزير لمجموعه الشباب اللي هيأدي البرنامج ده كان اختيار على اعلى يعني صور الدقه. يعني اخترنا المتميزين من الائمه ومن شباب الائمه علشان يتواصلوا مع الاطفال في بناء الوعي، في قضيه تحصين الفكر للنشأ. حضرتك عارف ان يعني زي ما قلت الجماعات المتطرفه واصحاب الافكار المنحرفه مش بيستنوا ان هو يبقوا شباب علشان يوصلوا لهم، لا ده بيستغلوا ده وبينتشروا في المساجد وبيندوا الناس. واحنا يعني لو ما كناش موجودين احنا في حد تاني هيملى الفراغ، يعني اذا لم تملا الفراغ سيكون هناك شخص اخر يملاه. هو حقيقه هم بيوصلوا من خلال دلوقتي التواصل الالكتروني، من خلال الفضاء الالكتروني، لكن هي المساجد في احكام عليها. تمام. احنا بقى الكترونيا بنحاول نحصن ابنائنا مباشره من خلال المساجد، بنحاول نحصل ابنائنا. والبرنامج ده هيقوم عليه زي ما قلت لحضرتك مجموعه يعني متميزه من الشباب. طب دكتور ايمن خلينا بس نمسك حاجه حاجه في الاول، انا عايزه اعرف البرنامج عباره عن ايه في الاول، يعني خلينا نفهم الاول البرنامج عباره عن ايه. البرنامج عباره عن تحفيظ قران وبيان لمعاني وتفسير القران، ودي حاجه مهمه جدا ان الولاد مش بس يحفظوا، ان يفهم معاني الايات، ويفهم ان مش كل الايات تتاخد على ظواهرها زي ما بعض الناس تاخد النصوص وتلوي اعناقها وتستخدمها في اضلال غيرهم، وتستخدمها في تخريب وصوره لا يرضى عنها الشرع ولا يرضى عنها الدين، وياخدوها بعيد خالص عن المقصد الاساسي للتشريع. الحقيقه احنا مهتمين جدا بقضيه الفهم بعيدا عن الحفظ والتلقين، مهتمين جدا بقضيه ان الولد من صغره يكون عارف يعني ايه تفسير الايه. حلو جدا. يعني طبعا معنى الايه. فاحنا عندنا تحفيز ومعاني، وايه كمان؟ وعندنا جانب تثقيفي بقى، جانب معني بتربيه الاخلاق وغرس الاخلاق وغرس الاداب الحميده والقيم والعادات والتقاليد بتاعت مجتمعنا المصري. عظيم. اللي هي امتداد لكل القيم والاخلاق اللي جاءت بها الاديان. يعني عندنا هيبقى في حاجه اسمها الدروس الاخلاقيه. وعندنا حاجه اسمها الاداب العامه. وعندنا تدريس سيره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سوره النبوية. جميل.
بالاضافه الى ان احنا كان عندنا استاذ مصطفى شراكه مع وزاره الثقافه في اصدار مجموعه من الكتب للنشر لاطفالنا الصغار اسمها سلسله رؤيه للنشر. هيتم تدريس هذه السلسله الكتب الصادره عن هذه السلسله لاطفالنا باسلوب مبسط وسهل وبسيط يوصل لهم بما يتناسب مع عقليتهم بما يتناسب مع السن اللي هتكون قدام الامام في المسجد بتاعه. طبعا في طبعا لازم يكون في ادوات جذب للاطفال. احنا عندنا حاجه بتصدر من المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه اسمها مجله الفردوس. طبعا دي معنيه بنشر القيم والاخلاق و صحيح. وده نشاط تاني. ايوه نعم. على اي حال انا بشكر حضرتك دكتور ايمن ابو عمر وكيل وزاره الاوقاف لشؤون الدعوه، شكرا جزيلا لحضرتك. موضوع مهم جدا، احنا دوله كويس جدا ان هي يعني بدات فيه وخصوصا في الصيف عشان يعني تشوف الشباب والاطفال في المساجد ويبقى ليهم توعيه مهمه. مهم طبعا فهم المعاني وهو في موضوع كبير زي ما انت قلت. يعني احنا بنتمنى دكتور ايمن ينورنا اكيد في الاستوديو قريب يحكي لنا اكتر عن البرنامج. صحيح.